افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المجمع المائي ببلاج الجزائر، والذي تم تشييده من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بحضور سمو الشيخة نجلاء بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ، وسعادة السيد محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية، والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية هذا المشروع الرياضي الحيوي الأول من نوعه في مملكة البحرين، والذي يتوافق مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتحويل الرياضة إلى صناعة واحتراف. وأشاد سموه بالمجمع المائي والذي يشكل نقلة نوعية في مسيرة الرياضات المائية في المملكة، لما له من انعكاسات إيجابية على رياضة السباحة بشكل خاص وكافة الرياضات المائية بشكل عام، لتعزيز سمعة البحرين على الساحة الرياضية إقليميا ودوليا. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن المجمع المائي وبما يضمه من مرافق متكاملة سيكون مهيئاً لاستضافة مختلف أنشطة الرياضات المائية، وسيفتح فرصاً واعدة لمحبي رياضة السباحة من لاعبين ومدربين، وسيستقطب العديد من البطولات الإقليمية والدولية نظراً للمقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة التي نفذ بها المشروع، كما أنه سيمثل بيئة مثالية لتدريبات لاعبي النخبة وتنظيم منافسات رسمية. وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى شركة إدامة على توفيرها للمساحة ليشيد عليها المشروع من قبل اللجنة الأولمبية، مثمنا تعاون شركة إدامة ومساهمتها الفاعلة في إنجاز المشروع. من جانبه أعرب سعادة السيد خالد الرماحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة رئيس مجلس إدارة شركة إدامة عن بالغ اعتزازه بالمساهمة في مشروع المجمع المائي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية. فكرة رائدة وخطوة مستقبلية لها الأثر الإيجابي لتحقيق طموحات المملكة والارتقاء بها، فقد دشنها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور عدد من المسؤولين، لتحمل أهدافا حيوية لتواصل المملكة حركتها الرياضية بخطوات ثابتة لتكون في مصاف الدول الرياضية الكبرى. هذا المشروع طبعا الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تم توقيع اتفاقية بين اللجنة الأولمبية البحرينية وشركة إدامة في طبعا مسبحين، المسبح الأول اللي هو 25 متر والمسبح الثاني والمسبح اللي هو 25 متر ويعتبر شبه أولمبي، والمسبح الآخر اللي هو المسبح الأولمبي اللي هو 50 متر. مساحة المشروع تقريبا في حدود 3278 متر. طبعا يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة الرياضات المائية في المملكة، ولها انعكاسات إيجابية على رياضة السباحة بشكل خاص وكافة الرياضات المائية بشكل عام، وتعزيز سمعة البحرين على الساحة الرياضية إقليميا ودوليا. ويعتبر هذا المسبح الأولمبي الذي يقع في بلاد الجزائر بيئة مثالية للرياضيين لتدريبهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب تطوير أدائهم وتنمية القدرات الرياضية كافة وصولا إلى الاحتراف الرياضي. هذا المشروع بالنسبة لنا احنا كرياضة التراثلون يعتبر الآن نقلة كبيرة، لأن رياضة التراثلون تعتمد اعتماد كبير على السباحة أو السباحة البحرية بالذات في منطقة غرب آسيا وآسيا، فضلا عن طبعا أوروبا. فكثير من السباحين كانوا يواجهون يعني مشاكل في السباحة، الآن عندهم الفرصة متاحة أن يستخدم المسبح البحري
ويتعود على يطور شعوره في طبعا في البحر، يطور مهارته في السباحة البحرية، يعني موجه اختلاف في كثافة الماء طبعا بين المسبح وبين البحر. هذه الخطة التطويرية في القطاع الرياضي جاءت بفضل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وضع اللبنات الأساسية لتكون المملكة في طلائع الدول الرياضية الكبرى. هذا المشروع جاء من أجل توفير المكان الملائم للشباب لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وتوفير هذا المكان لاستقبال المسابقات والدوريات لهذه الرياضة المائية، ما سيجعل مملكة البحرين وجهة رياضية تستقطب كافة الرياضيين من كافة أنحاء العالم. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.